بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في فيديو النهاردة بإذن الله عن فيلم حلم العمر الجزء الثاني، بطولة الفنان الكبير حمادة إهلال. وأول ما نبتدي الكلام نصلي على النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي في تفاصيل وملخص وأحداث الجزء الثاني نسخة بعد التعديل من فيلم حلم العمر. وأحمد اللي هو يبقى حمادة إهلال بعد ما أصبح بطل العالم، إلا إنه عايش حزين بسبب فراق حبيبته نور اللي هي تبقى دينا فؤاد. فطبعا كان دايما في باله، وكان دايما بيروح المقابر ويفضل يدعي لها ويقرأ ليها قرآن، وطبعا كان بيطلع ليها صدقات كثيرة جدا، كان بيوزعها للفقراء والمساكين، صدقات كان بيطلعها على روحها. فأم أحمد كانت دايما بتنصحه بأنه يتجوز وينسى نور، ولكن هو كان رافض فكرة الجواز تماما، رغم أن أمه كانت دايما بتزن عليه في الموضوع ده. ولكن أحمد من كتر ضغط أمه عليه كان دايما مش بيكون موجود في البيت. فطبعا في يوم من الأيام أحمد خلاله هو ماشي في الطريق شاف واحدة يبدو من ملابسها ومن منظرها العام بأنها من الصعيد الجواني. فطبعا الوحدة دي كانت شبه نور بالظبط، زي ما بيقولوا نسخة مكررة منها، نفس ملامح وشها. فطبعا أحمد اتشد من ناحيتها، فطبعا فضل يمشي وراها لغاية لما عرف أصلها وفصلها وعرف عنوانها وكل حاجة. فطبعا أحمد كان عايز يتكلم معاها ويقابلها، ولكن طبعا لقي الموضوع صعب بسبب إنها من الصعيد الجواني، فقرر بإنه يتقدم ليها بشكل رسمي ويروح لأهلها ويطلب يدها. فطبعا أحمد لما قال لأمه الموضوع ده فرحت جدا وراحت معاه هي وأخته الصغيرة. وبعد كده أحمد هو وأسرته راحوا في الصعيد، وطبعا راحوا عند البنت اللي شبه نور، واللي هي طبعا اسمها أميرة بنت سالم الخولي. فطبعا كان أبوها راجل كبير جدا في الصعيد، وكان مشهور جدا وكان كبير عيلة. فطبعا لما سألوا عليه ألف واحد دلهم على البيت، فطبعا رحب بيهم والد أميرة اللي هو سالم الخولي، رحب بيهم. فبعد كده أحمد طلب يد بنته أميرة، فطبعا قال ده شرف كبير لينا، لأنه طبعا كان معروف ومشهور جدا بأنه هو بطل العالم. فأهل الصعيد كلهم فرحوا جدا وعملوا حفل زفاف كبير جدا بمناسبة بأنه البطل أحمد وصل بلدهم بس. فبعد كده والد أميرة اللي هو سالم الخولي فرح جدا لما عرف بأنه أحمد عايز يتجوز بنته. فطبعا وافق سالم الخولي على جواز أحمد من أميرة. فبعد كده أميرة قعدت مع أحمد، فخلال وهي قاعدة معاه أحمد أتأكد 100% بأنه أميرة شبه نور بالظبط، مش في الملامح وبس، لا حتى في الصفات، لأنها كانت طيبة جدا. فبعد كده عملوا أخطوبة واتفقوا بأنهم حيعملوا الفرح بعد شهر. فخلال الشهر ده بسبب خصومات سائرية في البلد، والد أمير اللي هو سالم الخولي أتقتل من يد عدوه اللي هو يبقى عطية الشواف. فطبعا أميرة زعلت جدا على أبوها، وكانت هي البنت الوحيدة لي وما كانش معاها أخوات ولاد. فطبعا رفضت بأنها تاخد عزا والدها غير لما تاخد حقه وتاخد بطاره، لأنه دياتي عادات في الصعيد ولازم تاخد بحقه وطاره عشان تاخد العزا بتاعه. فبعد كده أحمد واسى خطيبته أميرة ووقف معاها، فأميرة طلبت منه طلب غريب وقالت ليه بأنه هو لو عايزها
اتكمل معاه وتتجوزه لازم يقتل اللي قتل أبوها اللي هو يبقى عطية الشواف. فطبعا أحمد رفض بأنه يقتل عطية الشواف وقالوا احنا ناخد حق أبوك بالقانون مش بالدراع. فطبعا رفضت أميرة وبعد كده فسخت الخطوبة اللي ما بينها وما بين خطيبها البطل أحمد. فبعد كده في يوم من الأيام أميرة اتنكرت في زي رجل ولبست جلابية وأخدت سلاح وطلعت بيه على بيت عطية الشواف، وكانت مستخبية بين الشجر وكانت منتظرة ابن عطية الشواف لما يجي علشان تضربه النار. ففعلا طه ابن عطية الشواف لما جه أميرة ضربته بالنار وجابت ليه رصاصة في صدره والرصاصة دي موته. فطبعا عطية الشواف زعل جدا على موت ابنه. فطبعا الحكومة لما جاءت فتشت البيت اللي هو بيت أميرة لقيت بأنه سلاح امدسياه تحت الأرض كانت دفناه. فطبعا أخذوا السلاح اللي هو الحرز وطلعوا على الحجز علشان يعرضوها على النيابة بكرة. فأحمد أول ما عرف جريمة القتل دي جه لأميرة في الحال. فبعد كده أحمد اتفق مع حصول بتاع الحرز وأخذ الحرز الحقيقي اللي هو السلاح اللي اتقتل بيه ابن عطية الشواف، أخده وحط مكانه سلاح لعبة أو سلاح مزيف. فأميرة لما تعرضت على وكيل النيابة طبعا أخذ البراءة لأنه السلاح اللي اتقتل بيه ابن عطية الشواف أحمد شاله وحط مكانه سلاح مزيف. فطبعا النيابة أخذت سبيل أميرة وطلعت. فعطية الشواف كان منتظر أميرة علشان يقتلها، ولكن أحمد أخذها وطلع بيها على القاهرة وقال ليها بأنه المكان هنا في الصعيد خطر على حياتها لو قعدت. وبعد كده عطية الشواف راح وراء أحمد علشان يقتل أميرة برضو في القاهرة. فكان منتظر أميرة لما تطلع من بيت أحمد، كان مترصد ليها برا البيت علشان يقتلها هو بنفسه. ولكن لما طلعت أميرة هي وأحمد، أحمد شافها وأخذ الرصاصة مكانها، وللأسف الشديد الرصاصة جاءت في أحمد. وبعد كده عطية الشواف جري وهرب. فطبعا أميرة مسكته وللأسف الشديد الرصاصة جاءت في صدره، فكان أحمد في أنفاس حياته الأخيرة. فطبعا سألت أميرة وقالت له هو أنت ليه عملت في نفسك كده وضحيت بنفسك علشاني؟ هو أنت أصلا ليك فترة قصيرة تعرفني، معقولة في الفترة دي أتعلقت بيا لدرجة تخليك بأنه تضحي بنفسك علشاني؟ فرد عليها وقالها بأنه أنا فعلا أتعلقت بيكي رغم أنه عرفتك من فترة قصيرة. وقال عشان أتعلقت بيكي مش عايز أدوق نار الفراق تاني، علشان أنا اتعلقت قبل كده بواحدة وسابتني وحسيت بعد موتها بأنه بموت في الدقيقة 1000 مرة، فمش عايز أجرب الإحساس ده تاني. فبعد كده مات أحمد وأميرة زعلت عليه جدا. ومن هنا تكون نهاية الجزء الثاني نسخة بعد التعديل من فيلم حلم العمر بطولة الفنان الكبير حمادة إهلال، تأليف وإخراج أحمد سعودي. أتمنى بأنه أحداث وتفاصيل وملخص الجزء الثاني نسخة بعد التعديل يكون نال إعجابكم أعزائي المشاهدين، وبأنه تكونوا قد استمتعتم بأحداث وتفاصيل وملخص الجزء الثاني نسخة بعد التعديل. وياريت يا جماعة نفسه في جزء تاني سواء من فيلم أو مسلسل ياريت يكتب لي ده في التعليقات، وأنا أحاول بقدر الإمكان أو بقدر السرعة أألف ليه الجزء اللي هو نفسه فيه. وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. عزيز المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعيمنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.